النهارده بوابة اخبار اليوم جايه تحتفل مع نجوم فيلم الحفلة بالعرض الخاص، تعالوا معانا نشوف نجومنا هيقولوا لنا ايه. على طول احمد عز مختلف في الاعمال اللي بيقدمها، في الفيلم ده بتقدم لنا ايه؟ يعني اعفيني انا من السؤال ده، المفروض هي الناس تشوف انا قدمت جديد ولا انا بحاول ان انا اقدم جديد، بحاول اقدم نوع جديد كفيلم كنوع سسبنس جديد، اتمنى ان انا اكون اديته على اكمل وجه ويعجب الناس، انما انا قلت ايه جديد لسه بقى مش عارف. مش اول تعامل مع احمد علاء، وانت اتعاملت معاه قبل كده في بدل فائده، كلمني عن الكيميا بينكم ازاي؟ انا بحب احمد علاء جدا، وهو على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي هو ليه وجهه نظر كويسه جدا في الشغل، وانا بحب اشتغل معاه، وعملت معاه تجربه كانت ناجحه جدا بدل فائد، اتمنى ان دي كمان تبقى زيها ان شاء الله. انا وعز معرفه قديمه قوي وابتدينا سوا، فيعني الموضوع بالنسبه لنا كان مفيش جديد، يعني مش بنتعرف على بعض لسه، لكن انا اقدر اكلمك عن الفيلم. انا سعيد بتجربتي جدا في فيلم الحفله، لان انا كان بقالي فتره ما عملتش ادوار فيها تمثيل قوي، خصوصا الفتره اللي فاتت انا قدمت حاجات لايت كوميدي، واللايت بيبقى مساحه التمثيل فيه بتبقى بسيطه، فانا سعيد جدا بالتجربه مع عز وائل عبد الله. بالنسبه لي جديد، انا عامله شخصيه نانسي اللي هي صاحبه الحفله، وعامله بنت ارستقراطيه. التفاصيل الثانيه بقى ما اقدرش اقول عنها لان هو فيلم ساسبنس، هتخشوا تتفرجوا واتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم باذن الله. الانتاج خطر، مكلف، لكن ميزته الوحيده ان النجوم اللي بيحبوا الصناعه واقفين جنبنا انهم يعملوا في الاخر حاجه كويسه. فمعظم النجوم المحترمين ومعظم العاملين المحترمين فاهمين ان هناك ازمه اقتصاديه وازمه سينمائيه، فبيحاولوا على قد ما نقدر ويقدروا انهم يتجمعوا ويعملوا عمل جيد. والله انا شخصيتي في الفيلم جد جدا، انا بشتغل السكرتيره بتاعه استاذ تميم، انا دراعه اليمين في الشغل، هو ما يقدرش يعمل اي حاجه من غيري، فشخصيتي جد جدا وعلى طول مركزه في الشغل لغايه اما بيحصل تشينج يعني تغيير في الشخصيه وبقلب شريره شويه. دوري هو دور مهندسه ديكور او فاشن ديزاينر، بتعمل حفلات و يعني بتنظم حفلات وممكن تعمل مكاتب وحاجات كده. استعدت له ازاي؟ مش عارفه، يعني قعدت اقرا الشخصيه، الورق مكتوب حلو، يعني الورق مبين لك الكاركتر. الحاجات التانية بقى ده اجتهاد ذاتي بقى، قعدت احفظ وبروفات طبعا وكل حاجه. انا جاي هنا بس افتتاح فيلم الحفله علشان عز صديقي واحمد علاء اصدقائي والمنتجين، وان شاء الله يعني نديهم الدعم اللي محتاجينه، ولازم الفنانين كلهم يتعاونوا مع بعض في اي افتتاح، ويبقى في ناس كتيره قوي بتحضر افتتاحات زي دي علشان نشجع برضو الشغلانه بتاعتنا دي ان شاء الله قبل ما تنقرض. استنونا في اجمل عروض الافلام، كانت معكم ميار عبدالعزيز من بوابة اخبار اليوم.